تسلا فعلا دخلت منافسة مختلفة جدا، وهي عالم عربيات الأطفال، لأن العربيات الصغيرة اللي بيسوقها الأطفال ما بقتش مجرد لعبة. تسلا قررت تدخل منافسة بعربية تحفة هيتم طرحها في الأسواق في شهر مايو، وفتحت باب الحجز فعلا. العربية هي تسلا موديل اس بثلاث ألوان، الأحمر والأزرق والفضي، وهي أول عربية تشتغل ببطاريات ليثيوم. ممكن توصل سرعتها ل 6 ميل في الساعة، فوانيس بتتحرك وفيها شنطة ونظام صوت كامل، وفي كماليات تانية ممكن تشتريها لوحدها زي رخصة للعربية وغطى وعلامة الوقوف، والعربية سعرها تقريبا هيكون حوالي 500 دولار. تسلا فعلا دخلت منافسة مختلفة جدا، وهي عالم عربيات الأطفال، لأن العربيات الصغيرة اللي بيسوقها الأطفال ما بقتش مجرد لعبة. تسلا قررت تدخل منافسة بعربية تحفة هيتم طرحها في الأسواق في شهر مايو، وفتحت باب الحجز فعلا. العربية هي تسلا موديل اس بثلاث ألوان، الأحمر والأزرق والفضي، وهي أول عربية تشتغل ببطاريات ليثيوم. ممكن توصل سرعتها ل 6 ميل في الساعة، فوانيس بتتحرك وفيها شنطة ونظام صوت كامل، وفي كماليات تانية ممكن تشتريها لوحدها زي رخصة للعربية وغطى وعلامة الوقوف، والعربية سعرها تقريبا هيكون حوالي 500 دولار.